تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم بنتطرق لمواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسعدنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم واتصالاتكم على أرقام التواصل ويانا. قبل ما أذكركم برقم التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الإخراج ميثا بيات. مقدمة الحلقة اليوم دكتورة عاشة البسطي. صباحكم الله بالخير جميعا، يعطيكم العافية. مثل ما عودناكم فقراتنا بتكون متنوعة، طبية، تغذوية، توعوية، يعني مثل ما عودناكم دائما. أذكركم أرقام التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. نذكركم مسابقاتنا بعد لليوم الأربعاء اللي هو تخص بالأورو دنتل. إن شاء الله خلكم مستعدين للأربعاء إن شاء الله. بالنسبة مثل ما عودناكم، أول فقرة تكون من فقراتنا الفقرة التغذوية. اليوم فقرتنا جدا مهمة، خاصة للنساء اللي مهتمين بأن قبل فترة الحمل أو حتى خلال فترة الحمل. اليوم بنتحدث عن أهمية الفوليك أسيد قبل الحمل، ويانا الأخصائية التغذية مي بن ثاني. صبحت الله بالخير مي. هلا، صباح النور. هلا مي، طبعا كنا عارفين نبغي نتعرف أكثر عن أهمية الفوليك أسيد خاصة في فترة ما قبل الحمل. إن شاء الله اليوم مثل ما ذكرتي ما نتكلم عن فوائد الفوليك أسيد قبل الحمل وخلال الحمل. ممتاز. أول شيء بنعرف شو هو حمض الفوليك أو الفوليك أسيد. هو عبارة عن نوع من أنواع فيتامين بي، ويلعب دور هام جدا في إنتاج خلايا الدم الحمراء ونمو المخ والحبل الشوكي للجنين. لذلك فهو يحمي الجنين من العيوب الخلقية المرتبطة بالجهاز العصبي، والتي قد تحدث بسبب نقص كمية الفوليك أسيد خلال المراحل الأولى من تكوين الجنين، يعني ممكن يكون من الأسبوع الثالث إلى للأسبوع الرابع بعد التحصيل. هي نعم. متى نبدأ نأخذ حمض الفوليك أسيد والكمية الموصى بها؟ توصي منظمة الصحة العالمية بأخذ الفوليك أسيد 3 أشهر قبل تحقيق الحمل. يعني إذا السيدة والمرأة فكرت بالحمل تأخذ الفوليك أسيد قبل 3 شهور. أيوة. ويتم الاستمرار عليها خلال فترة الحمل وأيضا خلال فترة الرضاعة الطبيعية، يعني من 6 إلى 12 شهر أو خلال فترة الرضاعة كلها تأخذ كمية الفوليك أسيد الموصى بها. أيوة. الكمية أو الجرعة الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية هي 400 مايكروغرام في اليوم. أيوة. ممكن تزيد هاي الكمية أو هاي الجرعة في بعض الحالات المرضية، وبس هذا تحت إشراف الطبيب أو تحت إرشادات الطبيب إذا كانت عندها أي مشكلة صحية خلال الحمل. طبعا بالإضافة إلى الفوليك أسيد اللي هو ناخذ أزا تابلت، هناك مصادر عديدة لحمض الفوليك في حمض الفوليك أسيد في الأغذية. أيوة. ممكن تتواجد في الحبوب الكاملة أو ممتاز. تتواجد أيضا بكميات كبيرة في الخضروات الورقية مثل السبانخ، وأيضا الخضروات اللي لونها أخضر مثل البروكلي والأفوكادو. تتواجد أيضا في البقوليات، في أيوة. العدس، في الحمص، في الفاصوليا، في أنواع من الفواكه، وفي منتجات كثيرة مدعمة مثل السيريال، يعني الحبوب اللي والكورنفليكس، يعني يكون مدعم بالفوليك أسيد، بتكون فيها نسبة معينة من الفوليك أسيد. من الفوليك أسيد. بالنسبة لي اللي ذكرتين الفواكه، ممكن تذكر من أنواع الفواكه اللي تحتوي على الفوليك أسيد؟ تتواجد كميات في البرتقال وفي البابايا أيضا.
في البرتقال وفي البابايا، صح. وزين ذكرتي مي من ناحية الأطعمة اللي تحتوي على الفوليك أسيد، لأن في نص حتى لو الواحد ياخذها كسبلمنت أو أنها كإضافة يعني مكملات غذائية، أو ما نعتبرها كمكمل يعني قد ما نعتبرها كجزء أساسي من يعني يحتاج جسمنا، بس كذلك جميل أن الناس تركز عليها في الأكل يعني من ناحية الحبوب الكاملة، زي أنها متوفرة في أشياء كثيرة ونعتمد عليها يوميا مثل الحبوب الكاملة، الخضروات ورقية مثل ما ذكرتي، البقوليات مثل العدس والفواكه مثل البرتقال. يعني حتى لو الوحدة سبحان الله ما ابتدت بالفوليك أسيد فترة قبل الحمل أو يعني مرات الواحد ما يكون مخطط هي، فتركز على التغذية اللي تحتوي على الفوليك أسيد. الفوليك أسيد وبطبيعة الجسم ما يخزن الفوليك أسيد، فهي تحرص أنها دائما تأخذ كميتها يعني هاي 400 ميكروغرام في اليوم، يومياً تأخذها. يومياً تأخذها. وفي يعني زين ذكرتي إن بعد أهمية خلال فترة الحمل ليش نحن نركز عليه أساس الجهاز العصبي للطفل، لأن في نساء معينين إن في نساء يعني ما يعني يتخوفون من الأدوية أو الفيتامينات حتى في فترة الحمل، بس الفوليك أسيد من أهم الفيتامينات اللي نعتبر أن الوحدة لازم تأخذها خلال فترة لازم الحمل. لازم تأخذها صح. وفي حالات مرضية يعني إذا مثلاً كان عندها لا سمح الله في الولادة السابقة يعني كانت عندها من المشاكل أو كان عندها أي مرض مثلا سكر الحمل أو ولادة مبكرة أو أي نوع من أنواع يعني المشاكل الصحية خلال الحمل، فالأفضل أنها تبدأ فيها من قبل يعني من قبل حتى 3 شهور، حتى من قبل 3 شهور. أيوة وفي دراسات تقول دام أن يعني الحرمة يعني في فترة أنها هي ممكن تنجب خلال هالفترة كلها تأخذ كمية الفوليك أسيد المعصبها. ممتاز. ما هي كلمة أخيرة توجهينها لمستمعين الكرام؟ أنصح أي امرأة أو سيدة تخطط للحمل أن تراجع الطبيب العام قبل 3 شهور أو حتى قبل لعمل الفحوصات اللازمة، يعني فحوصات الدم كلها ممكن تشوف يعني نسبة الدم عندها والهيموغلوبين والفحوصات الدم الثانية. أيوة. وتأخذ الفيتامينات المطلوبة عشان تحافظ عليها قبل تبدأ في مرحلة الحمل، وتحافظ على وجبات صحية متكاملة، وأيضا تحافظ على وزنها ويكون وزن صحي. ممتاز. مي بن ثاني اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. العفو. شكرا. مستمعينا مثل ما ذكرت لنا مي بن ثاني أخصائية التغذية مي بن ثاني بخصوص الفوليك أسيد، هو في خاصة للنساء اللي مفكرين يحملون جدا مهم صراحة، يعني خاصة في النمو للطفل، نمو الدماغ أو نمو الجهاز العصبي للجنين والطفل. بداية يمكن تلاحظ الوحدة تبتدي فوليك أسيد كحبوب، وبعدين تبتدي بعد 3 شهور يمكن مالتي فيتامز أو فيتامينات متنوعة تكون للحوامل، مب أي نوع مالتي فيتامينز أخذه في فترة الحمل. فهالمالتي فيتامينز أو هالفيتامينات المتنوعة تحتوي على نسب من الفوليك أسيد، فنتأكد بعد كذلك من ناحيته. الفوليك أسيد مهم جدا. في ناس بتقولك أنا ما خطط للحمل وفجأة اكتشفت أني حامل، من تعرفين أنك حامل على طول ابتدي بالفوليك أسيد، لا تأخرين ولا يوم. في ناس معينة تكون يعني عندها أمراض معينة تعتمد أنها تأخذ فوليك أسيد، يكون عندها نقص في الفوليك أسيد أو يكون عندها الأنيميا المنجرية، فيكونون على فوليك أسيد يعني فترات طويلة أو فترات مستمرة، فيكملون على الفوليك أسيد اللي يأخذونه. جدا مهم خاصة قبل الحمل، نحن الحين نوصي عليه حتى قبل الحمل أساس يعني من البداية يكون مخزون كامل في جسم المرأة قبل حتى ما تحمل، وخلال فترة الحمل اللي هي أول 3 شهور أو أنا كاملة خلال فترة الحمل، بس أول 3 شهور بتلاحظ السيدة الحامل أن يعطونها كحبوب منفصلة ما تكون مع فيتامينات متنوعة، وبعدين تبتدي بفيتامينات الحمل ويكون مضاف لها فوليك أسيد. فبما أنه مهم فيعني يفضل أن الوحدة تستمر عليه. كذلك الأطعمة اللي يحتوي عليها الفوليك أسيدز يعني الحمد لله متنوعة وكثيرة،
ويعني حتى لو شخص يتحسس من نوع معين، الأنواع الثانية تكفي وتوفي، اللي هي الحبوب الكاملة، الخضروات الورقية، البقوليات مثل العدس، الفواكه مثل البرتقال، وسهولة الوصول كذلك له، سعره كذلك ليس بغالي ومتوفر في كل مكان. فيعني وهو أهمية كبيرة خاصة للنساء سواء قبل الحمل وسواء في فترة الحمل. مستمعينا الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. فقرتنا الثانية فقرة جدا مهمة تخص الأطفال. يعد مستشفى لطيف للنساء والأطفال التابع لهيئة الصحة بدبي من أهم الصروح الطبية في المنطقة في تخصص الأمومة والطفولة، ولا تدخر الهيئة وسعا في رفض المستشفى بخبرات وكفاءات طبية متميزة، إلى جانب تزويد المستشفى بأحدث التجهيزات والتقنيات اللي تمكنه من توفير أفضل سبل الرعاية والعناية بالأم والطفل. حول إمكانيات المستشفى، تجهيزات بشكل عام، وأهم المشكلات الصحية اللي تعترض الأطفال، وخاصة ما يتعلق منها بمشكلات النزلات المعوية. خاصة هالفترة يمكن يلاحظون الأهالي أن النزلات المعوية وايد ابتدت أكثر حتى عن قبل، يعني لها مواسم معينة، مو بأنها يعني مقارنة، بس لها مواسم معينة تكون أكثر عن قبل. اليوم إن شاء الله ويانا الدكتورة مايسة صالح، استشاري طب الأطفال في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال. صبحت الله بالخير دكتورة مايسة. صباح الخير عليك يا دكتور عائشة، وصباح الخير على مستمعينا الكرام، أهلا بكم. أهلين دكتورة. دكتورة، طبعا الحين خلال هذه الفترة لاحظنا أن النزلات المعوية يعني تيها فترات معينة تكون أكثر عن الفترات الثانية، أو يعني من فترة للثانية طبعا. وطبعا بالنسبة للنزلات المعوية الطفل يتأثر، لأنه أكثر شيء بيكون ترجيع، وجع بطن، إسهال، الطفل يكون تعبان، وحتى الأهل يكونون تعبانين مرة معظم الأحيان، ويا لين ما يخف تخف عنا النزلة المعوية اللي تحدث من فترة للثانية. دكتورة، ممكن تحثين أكثر عن مشكلة النزلات المعوية؟ تمام. النزلات المعوية من الأمراض اللي بتصيب وشائعة جدا في الأطفال، وخاصة احنا داخلين على الموسم الصيفي اللي هو الأطفال في دلوقتي في أجازة بيأكلوا برا البيت كتير متعرضين. أيوة. إلى جانب المشكلة الأساسية في النزلات المعوية اللي هي الإسهال والترجيع زي ما حضرتك تفضلتي، فإحنا بنفقد سوائل مع الحرارة الشديدة اللي موجودة، معنا كده فقدنا للسوائل هيكون أسرع ويؤدي إلى الجفاف لا قدر الله. النزلات المعوية من المشاكل الصحية لما بتصيب البيت، بتصيب البيت بمشاكل كتير جدا، وخاصة طبعا الأم ده طفل وبيصعب علينا بالشديد، والقلق عليه أكثر، والقلق عليه أكثر، وينتقل من طفل لطفل، من طفل من طفل، وهي دي المشكلة. طبعا احنا اهم حاجه بالنسبه لنا نعرف الاسباب، ولو عرفنا الاسباب هنعرف طرق الوقايه وبالتالي طرق العلاج. من الاسباب اللي احنا عارفينها بالنسبه للنزلات المعويه الاسباب الفيروسيه، ودي حوالي من 70 أو 75 لـ90% من الحالات بتبقى حالات فيروسيه، واشهر فيروس بيبقى الروتا فيروس، ولله الحمد احنا في تطعيم له ومن ضمن الجدول التطعيم الاساسي في هيئه الصحه الحمد لله. فدي من الحاجات اللي هي قللت عدد الحالات، ولا زالت برضو، لان انت عارفه ان التطعيم ما بيجيبش النتيجه 100%، فبرضو في ستيل بعض الحالات، بس اهم شيء الاعراض تكون كذلك اقل دكتوره، اقل بكتير، والفرص ان هو مثلا يدخل المستشفيات زي كان من قبل، وتعالي المحاليل بقى اقل كثير. تاني سبب واللي هو بيعد حوالي 10-20% من الحالات، وهي الأسباب البكتيرية، ومعروف كذا نوع من الأنواع، وأشهرهم يمكن اللي احنا نسمع عنه سالمونيلا، الشيجيلا. أيوة. والإيكولا، وفي أسباب للطفيليات زي ما احنا عارفين. يبقى احنا بيهمنا الفيروسي لأنه أكتر شائع، شيء يعني شائع أكثر عن بالزبط. البقية
ايه طرق الانتقال؟ دايما احنا بنتكلم بنقول بالمصطلح العلمي فيكو اورال رول، اللي هو يصل للطفل عن طريق الفم، من عدم النظافة، من ناحية غسل اليدين، من ناحية ان الطفل حط ايده على حاجة ولمسها وبعدين حط ايده في فمه. انتي عارفة الاطفال صح، طول النهار بيجروا في الارض والكلام ده كله، وحتى بيبقى الألعاب يعني واحد والعاب قبلهم ماسك اللعبة بيلعبون فيها، يعني شوي ما بعرفين أنه لازم أغسل إيدي قبل صح. كل شيء. صعب أوكي، السيطرة، صعب السيطرة على الطفل انك انت تبقي بتجري وراه وتركيزه على تغسليه. اللعب بالظبط أكثر عن أشياء بالظبط، ثانية. فدي تقريبا هي طرق الانتقال. المشكلة الأساسية في الإسهال والترجيع هو الجفاف. أيوه، طيب انا دلوقتي اول حاجة ازاي امنع ان طفلي يجيلي؟ ان انا الوقاية، والوقاية هي غسل الايدين وغسل كل الاطراف، وما ناكلش بره البيت كتير، لان احنا دلوقتي في فصل الصيف والعرضة لنمو اي نوع من البكتيريا أكثر. كتير. طيب تاني حاجة الأهم، وهو زي بنسميه الكورنر ستون في المعنى، من اللي هو زي حجر الأساس في العلاج، وهو محلول الجفاف. ويعني الواحد يشهد للإنسان اللي اخترع محلول الجفاف بكل يعني حب، أكيد لأنه أنقذ أطفال كتير جدا. صح، في خطأ شائع في الأم دايما تدي محلول الجفاف غرشة كاملة وتروح مديها للطفل مرة واحدة وتقول لك الطفل ما حبش طعمها وبيرجعها. لا، هو طريقة الإعطاء المحلول الجفاف هو ده أساسي. هذا جدا مهم، آه لأن نحن تينا ونصادف هاي المشكلة. طبعا يعني أنا كطبيبة في الرعاية الصحية الأولية، طبيبة أسرة، تيني دايما يعني أو الأم ترفضها تقول لك ما باي الطفل ما باي بالظبط يشربه، أو بالظبط. يعني طريقة دكتورة، طريقة كيف الأم تعطيه، يعني ها شيء أساسي. فممكن تشرحينا كيف تمام. يفضل أن يأخذه انا دايما الطفل؟ اقول للامهات لما يبقى عندك الطفل جفاف، معناه ان انا عايزه اديله سوائل. اكتر حاجه، اهم حاجه أيوه التركيز. الام بتبقى متضايقه جدا الطفل ما بياكلش، لا انا يهمني ان هو ياخد السوائل. السوائل محلول الجفاف نحلله بالطريقه اللي موجوده، وفي بعض الحاجات اللي هي اوريدي موجوده في الاسواق متحلله جاهزه. ايا كان النوع هنديه، هنديه كانه دواء، يعني معلقه كل دقيقه. ايوه اولا الطفل هنضمن ان هو ياخده ويرسى في معدته، صح، ثانيا ان هو بيديله الاملاح، فبالتالي الطفل يرجع تاني للطاقه اللي هو كان موجوده. وكل ما الطفل بيبقى عايز يشرب سوائل هتلاقيه عايز يشرب يشرب، فبياخد منه الكميه اللي صح، هو عايزها. دي طريقه. في طريقه تانية، ودي برضو بنقولها للامهات، كل مره ترجيع او كل مره اسهال برضو تديله باسلوب معلقه معلقه، بس حوالي 10 معالق كبار، من 10 ل 15 معلقه أيوة، هذا بعد كل ترجيع أو كل كل إسهال اسهال. تقريبا. أول وحدة كل ملعقة، ملعقة حتى دكتورة الترجيع الطفل ما بيرجع إذا ملعقة، خالص. إيه، لأن بالعكس الكمية بسيطة تكون. بالعكس، بتعدل له سوائل جسمه، فبالتالي الطفل مش هيرجع. أيوة وهي دي دايما الخطأ في طريقة الإعطاء، وهو ده يقول لك مش مستجيب. واحنا مش حابين ان الطفل نجري بيه على الطوارئ ونحط له محاليل، صح، ان برضو ده ألم بالنسبة للعيلة. أكيد فاحنا بالنسبة لنا محلول الجفاف حل مشاكل كتير جدا، فدي الطريقة المثلى في ان احنا ندي محلول الجفاف. الأهم بقى إمتى الأم تقول أنا ابني تعبان جدا وعايزة أجري بيه على المستشفى، ودي المهمة. هي هذه صح. الطفل لما بيبقى في الأول بنقدر نعوضه بالسوائل ومفيش مشاكل، بس الطفل استمر في الترجيع بحيث إن احنا مش قادرين نسيطر على الترجيع، الحرارة كانت مرتفعة شديد، في البراز، في دم في البراز أو مخاط، لأن ممكن جدا يكون محتاج مضاد، ما في مضاد للفيروس، فبالتالي ما في أي أنواع من الأدوية بنديها في الفيروسات إلا محلول الجفاف، محلول الجفاف، محلول الجفاف. العلاج. وحتى في دكتورة يعني زين ذكرتي انت النقاط اللي يفضل الأهل إذا لاحظوها على الطفل أن ياخذونه على طول على الطوارئ، لأن صح نحن أكثر شيء يمكن يخوفنا ونحابين نتفادى اللي هو الجفاف، خاصة في هذا السن. في دكتورة بالنسبة في أهل يتخوفون من ناحية الإسهال، تقول لك أبا دواء للإسهال أو دواء يوقف الإسهال، فممكن تحثينا أكثر عن تمام. هذه النقطة؟ احنا هنرجع نقول ان ما في دواء للإسهال، حتى لو كان في منتجات موجودة في الأسواق فإحنا لا نستخدمها بتاتا، لأن مش من مصلحتي إن أنا أعمل حاجة صناعية. أنا اللي يهمني الجفاف، فبالتالي بدي السوائل، ولو اديت أيوة السوائل ظبطت كل حاجة بعدها. أنا من العلامات اللي هو الأم تقلق منها إن تلاقي نسبة البول ابتدى يقل، معنى كده أيوة إن الطفل ابتدى يدخل في الجفاف، ابتدى الجلد بتاعه ما يبقاش حيوي، ابتدى الطفل يكون نوع من الدروخة، ده هيحتاج إلى المستشفى. ما في حاجة اسمها ان الام من نفسها تستخدم ادوية عدا ادوية الحرارة. انا اللي يهمني برضو، لان بعض الاطفال بتيجي بحرارة فانا انزله الحرارة علشان يعني نبعد عن المشاكل الحرارة.
يبقى احنا دلوقتي الحرارة دي ممكن الأم تعالجها، محلول الجفال هو أهم حاجة عندي، صح. أي أدوية تانية عدا هذا باستشارة الطبيب، ما في دواء اسمه دواء الإسهال نهائي. ممتاز. فإحنا بنفتح أبوابنا لأي مريض يجي عندنا في الطوارئ لو في الحالة بتاعته تستعد، بس ممكن جدا ما تستدعيش الحالات لو أنا استخدمت محلول الجفاف بطريقة صحيحة. وهو يحتاج شوية صبر، لأنه ما بطريقة سحرية، يعني أول ما تعطينا الدواء يخف. تلاحظ الأم كذلك دكتورة أن كل يوم أحسن عن اليوم اللي قبله بهالطريقة. يعني الأم أو يعني الأهل بالعموم اللي يتابعون الطفل بيلاحظون أن كل يوم أحسن عن اليوم، ابتدى يأكل، يعني أشياء تبادر أنه يتحسن، بس مو بأن الدواء بيكون أول ما يأخذ محلول جفاف بيرجع بيتوقف الترجيع بيتوقف الإسهال، لا، هو يساعده أساس المرض نفسه ياخذ وقته ويشفى الحمد لله منه، وعقب يبتدي يعني يرد الحياة لطبيعته الطفل. بالضبط. هو معروف ان الفيروس بياخد له من 3 لحتى ممكن يستمر لحد 10 ايام، بس طبعا بتبقى نسبة الإسهال والترجيع اقل كتير يوم عن يوم زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي. السؤال دايما الامهات تسألوني انا بطبع واجاوب على أسئلة الامهات، ناكل الطفل ايه ونمنعه عن الاكل؟ صح، هلا هالسؤال هي وايد متكرر. في بعض الامهات بتبتدي تقول ايه، ابني ما بياكلش، لا ده هيجي له جفاف. هو مش هيجي له جفاف من قله الاكل، هيجي له جفاف من قله السوائل. ومرات ايوه، ومرات يكون متخوف الطفل ان بياكل وبيبتدي يرجع. الطفل الرضيع يكمل على الرضاعه الطبيعيه للام على طول، ما في حاجه اي حاجه نضيفها له غير الرضاعه الطبيعيه. طبعا رضاعه طبيعيه، رضاعه طبيعيه، رضاعه طبيعيه. تاني حاجه، لو الطفل ابتدى ياكل بعد الاكل فنبتدي نديله بعض العصائر زي عصير التفاح، ممكن نديله عصير الليمون المخفف جدا، بس انا افضل دايما عصير التفاح لانه اسهل للهضم. ممكن بنديله الموز المهروس، ممكن نديله بيوريه التفاح، الجزر المهروس، البطاطا المهروسه، القرص، ممكن الدجاج خفيف جدا في شوربه ويكون كميات. المهم بسيطة. اهم حاجه نبتعد عن النشويات، عن السكريات وعن الدهون. أيوة. لكن النشويات ما بنبتعدش عنها. فدي الحاجات اللي هي الاساسيه اللي ممكن اقدر اكل طفلي وتكون لينة ونعمة على المعدة الطفل اللي هي دلوقتي حصل لها نوع من التهيج خلال الفترة، يعني ما أن الطفل عنده فيروس أو النزلة المعوية. بالضبط. صح، وهذا جدا مهم، لأن خلال هالفترة مو بس بيعتمد الطفل على محلول الجفاف، يعني يحتاج أغذية ثانية تمدف بعد كذلك بالطاقة. وهي نقطة جدا دكتورة مهمة، لأن في صح سيدات كثار أو أهل كثار ما بعرفين شي أكلون الطفل، أو يأكلون يبتدي يرجع يتعب، ومع الوقت يرفض هو أصلا الأكل خاصة خلال فترة النزلات المعوية. بالضبط. دكتورة بالنسبة لي، ممكن تحكينا أكثر عن حالات النزلات المعوية اللي تتكرر عندكم في مستشفى لطيفة أو اللي تورد في مستشفى زي لطيفة؟ زي ما حضرتك سبق وقلنا أن هو معظمها فيروسية. أيوة. لأن اللي احنا قلنا النسبة 75-90% أيوة. فهي نزلات معوية فيروسية، خاصة أن الأطفال اللي هو ممكن يكونوا ما بدوش التطعيم أو أخدوا التطعيم ولسه ما جابش النتيجة أيوة. بتاعته، وبرضو النسبة الأطفال خاصة الأطفال الصغيرين اللي هم ما بيتقبلوش أو الأم ما عرفتش تدي محلول للجفاف، فهي معظمها حالات فيروسية. لله الحمد بعد التطور اللي موجود من ناحية المحلول الجفاف والأدوية مش الأدوية، الأدوية اللي هي نقصد بيها المحاليل وتركيبها، بقى العوارض الجانبية اللي كنا بنشوفها زمان في الأطفال بقت تقريبا قليلة جدا جدا جدا، تتعدى على الصوابع زي ما الحمد لله. فإحنا دائما بنتعامل مع الأطفال الحمد لله في حالات الجفاف ما بنوصلش ليه بنقول العوارض الجانبية أو بنسميها الكومبليكيشنز بتاعة النزلات المعوية. أيوة دكتورة، احنا ذكرنا ان اكثر شيء من الحالات تكون فيروسية، كيف الواحد يفرق انها فيروسية وبكتيرية او طفيلية؟ تمام. احنا في كذا علامة دائما. أيوة. الفيروس الطفل بيبقى عنده كمية من البراز كتير، والام دايما تيجي تقول لك انا شايفة ان الطفل نوع البراز بتاعه اتغير، بقى اكثر سائل وعدد المرات اكتر من الطبيعي بتاعته، بيبقى مصاحب معها بعض الترجيع، الحرارة بتبقى خفيفة ما بتوصلش أكتر من 38. أيوة. البراز عادة ملوش ريحة وساعات بيبقى فيه رغوة، فده الفيروسي. والطفل بيبقى في الأول نشيط قبل. أيوة. ما يدخل فيه نقص السوائل. الطفل اللي هو بكتيري، فالبكتيريا نوع من أنواع الميكروبات اللي هي بتأثر على الطفل سريعا وما بتتحلش إلا لو أخذنا مضاد حيوي. أيوة.
بيبقى فيها درجة الحرارة مرتفعة، ساعات البراز يبقى فيه دم، وريحة البراز بتبقى سيئة للغاية. ايوه فدي تقريبا العلامات. طبعا في بعض التحاليل بتتعمل ونقدر نثبتها، ومن نفس الفحص بنقدر نعرف احنا نفسنا. يعني إذا كانت بكتيرية أو فيروسيز. دكتورة، طبعا نحن عارفين الحمد لله إمكانيات مستشفى لطيفة، التجهيزات اللي ممكن تحثينا باختصار عن التجهيزات المتوفرة في مستشفى لطيفة والإمكانيات. احنا نقدر نقول ان لطيفة من اكبر المستشفيات اللي موجودة في هيئة الصحة. هي فيها كذا تخصص، طبعا هي فيها وحدتين كبار من الأطفال، سواء للأطفال الحالات العادية والحالات العزل، والعزل نقصد بيها الأطفال اللي هي ممكن يكون فيهم نوع من العدوى، فدول بنسميهم قسمين، وهو كلهم تابعين لقسم الأطفال. عندنا قسم الرعاية المركزة، أيوة وعندنا قسم الحديث الولادة والرعاية المركزة لحديث الولادة اللي احنا بنسميه الأطفال الخدش. طبعا في قسم للطوارئ، في عيادات استشارية وتخصصية في لطيفة، فهي مستشفى من المستشفيات الكبيرة اللي فيها معظم التخصصات. الحمد لله، نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة ميسة. أكيد. دكتورة ميسة، باختصار كلمة أخيرة توجهينها للمستمعين الكرام. أنا أوجه أن الوقاية خير من ألف علاج، صح؟ أنا وياك والوقاية هي الوقاية، وغسل الإيدين نمبر وان أو نمرة واحد في علاج أي نوع من أنواع الأمراض في الأطفال. شكرا. وأهلا بيك تحياتي. دكتورة مايسة صالح، استشاري طب الأطفال في مستشفى لطيفة، شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتورة. مستمعينا الأعزاء، وصلنا لنهاية هالفقرة، طالعين فاصل إن شاء الله وردي لكم فقرتنا الأخيرة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعناكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل ريانا 600-551-414، الرسائل النصية على 4006. حياكم الله. بنتطرق مثل ما طرقنا بالفقرة اللي قبل بخصوص النزلات المعوية، اليوم دراستنا كذلك لها علاقة بهذا الشيء اللي هو لقاح ضد فيروس الإسهال يحمي الأطفال طول العمر من مرض مزمن. بس قبل ما نتكلم عن الدراسة، عندنا فقرتنا بتتكلم عن بطاقة إسعاد ورفع مستوى ورضى موظفي الهيئة. بطاقة إسعاد واحدة من ثمار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين هيئة الصحة بدبي وشرطة دبي، وحرصت الهيئة في هذا الشأن على الاستعانة بهالبطاقة ضمن المزايا والمحفزات اللي ترصدها الموظفينها من أجل رفع مستوى رضاهم. ويذكر أن الهيئة قد بدأت قبل شهور قليلة في توزيع بطاقة إسعاد، وهي واحدة من البطاقات ذات المزايا العالية في خصومات الخدمات والمشتريات ومختلف المحلات والمراكز التجارية والشركات على مستوى الدولة، واللي أصبح لموظف هيئة الصحة بدبي الاستفادة من هاي المزايا حتى في تذاكر السفر. حول هالبطاقة اللي تختتم الهيئة توزيعها اليوم في مستشفى لطيفة، يسعدنا تكون ويانا الأستاذة عليا السويدي، رئيس قسم علاقات الموظفين في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير عليا. صبحك الله بالنور سرور. يا هلا هلا عليا. عليا، طبعا الحمد لله بطاقة إسعاد توزعت على موظفين هيئة الصحة. هي نعم. دبي. هي نعم والله هي الحمد لله، وهذا صراحة شيء جدا جميل، إسعاد الموظفين، لأن يعني سبحان الله بطاقة إسعاد نفس ما ذكرنا أن فيها بالنسبة للخصومات في كل مكان حتى على بطائق السفر، فيحس الموظف أن يعني سبحان الله لميزات معينة وامتيازات في شغلة. وكنا عارفين بطاقة إسعاد هي ضمن الشراكة والتعاون بين هيئة الصحة بدبي وشرطة دبي. ممكن تحدثين أكثر عليا عن الشراكة بين الهيئة وشرطة دبي؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بطاقة إسعاد مثل ما ذكرتي أختي، هي يعني جهود كانت من هيئة الصحة بدبي مع بالتعاون مع شرطة دبي، لأنه يعتبرون طبعا الجهة الصادرة لهذه البطاقة. طبعا يعني هذا الشيء من بعد
مثل ما تقولين تفكير وشو ممكن احنا نسوي حق الموظفين. عندنا احنا كان برنامج خصومات داخلي، خلينا نقول مثلا توصلنا عروض من الشركات والمحلات داخليا، فشفنا ان العملية يمكن ما تكون بالطريقة اللي احنا نتصورها او نباها. فكان في صراحة يعني مثل ما تقولين اجتماعات مع شرطة دبي بهذا الخصوص، نشوف شو الأسئلة اللي توفر البطاقة، كيف موظف هيئة الصحة ممكن يستفيد من هاي البطاقة، حين أنه يكون الموظف ما يضيع ما يشت، نخلي كل الخصومات مع القطاعات اللي تحتويها هذه البطاقة في مكان واحد، فالموظف بكل سهولة يقدر يدخل على الويب سايت، يقدر يطلع على القطاعات شو الأشياء اللي عندنا فيها خصومات أو اللي توفر البطاقة مع نسبة الخصم. ممتاز. يعني هذا كله كان بهدف أن في حاجة لهذا الموضوع، ومثل ما ذكرتي أختي الموظف يستانس يفرح إذا في مثلا حصل على هذه البطاقة، إذا كان عنده خصم على سبيل المثال في المؤسسات التعليمية ولا في العيادات ولا في المطاعم ولا حتى من ناحية تذاكر السفر والحجوزات والفنادق وغيرها، فهي نوعا ما تساعد الموظفين في الصحة ودبي وفي حكومة دبي بشكل عام على يعني أن يكون في work life balance مثل ما يقولون. فكانت الشراكة الحمد والله الحمد ناجحة، كان توزيع البطاقات على مراحل وعلى دفعات، بدينا بالإدارة العامة والإدارات التابعة للإدارة العامة مثل المراكز التخصصية وغيرها من المراكز، وبعدين بدينا طبعا بالمستشفيات والقطاعات الأخرى. ممتاز. عليا، ممكن تحدثين أكثر عن أهمية بطاقة إسعاد وفعالياتها كذلك؟ بطاقة إسعاد جدا مهمة مثل ما ذكرت لك، لأنها تحتوي على عدد من القطاعات اللي بتنفع الموظف وبتنفع عائلته أيضا. يعني على سبيل المثال إذا الموظف مثلا في هيئة الصحة حصل على البطاقة، زوجته تقدر تستخدم البطاقة، أبنائه يقدرون يستخدمون البطاقة، فهي نوعا ما توفر على الموظف في حال هو حب يعني يستفيد من على سبيل المثال المطاعم ولا القطاعات ولا الأشياء الموجودة في هذه البطاقة. وهي جدا مهمة من ناحية أيضا مثل ما ذكرت التوفير على الموظفين، تحفيز الموظفين على استخدام هذه البطاقة بيساعدهم أن يعني حتى يعرفهم على الأماكن الجديدة، مثلا في إعلانات تصل بشكل دوري على الإيميل الخاص للموظف، فسهولة هاي العملية كلها تخلي الموظف يقدر يستخدم هاي البطاقة بشكل جدا سلس ويستفيد من الخصومات. وفعلا في تجارب من موظفينا وفروا مبالغ يعني كبيرة بعد استخدام هذه البطاقة. صحيح. يعني بدل ما كان ما يصير عند جهة ما توفر خصم يشيك على الموقع الخاص ببطاقة إسعاد ويستفيد من خصم، فهذا توفير حتى توفير مادي. أكيد. ونفس ما قلتي تيهم نشرك الفترة يعني بالإيميل، يعني في أماكن يمكن الواحد ما يعرفها فيتعرف. صح. على أماكن أكثر يعني. صحيح. يستفيد حتى مو وقته، يعني ما بيلس أدور وأسأل هذه الأشياء ويتنباع، على طول تيج بطريقة دورية فيعرف الواحد. صح. بشكل يوميا وتقريبا يعني حتى يمكن في اليوم أكثر عن مرة ممكن يوصل بريد إلكتروني بخصوص هاي العروض ونسبة الخصم حتى، والله الحمد نسبة الخصم تعتبر يعني ممتازة. يعني في أماكن ممكن يوفرون خصم up to 40%. صح، تقريبا نص السعر يعني. هي هذا شيء جدا جميل. صحيح. أستاذة علي، هل من حق جميع الموظفين الحصول على هالبطاقة؟ طبعا هيئة الصحة بدبي يوم يعني تعاونت مع شرطة دبي كان ضروري جدا أن جميع الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية والمسميات الوظيفية واللوكيشنز وغيرها من الأمور، أن يعني من حق جميع الموظفين أن توفر لهم هاي البطاقة. ومثل ما ذكرت أختي هم يستفيدون وأهلهم من الدرجة الأولى يستفيدون أيضا من هالبطاقة. فالبطاقة هي فالبطاقة كانت يعني لجميع الموظفين بدون أي استثناء، من يعني أصغر موظف في هيئة الصحة إلى المدراء التنفيذيين، فخلق نوع من الجو الحلو يعني بالنسبة للموظفين. وما ننسى بعد يعني الحين
احنا شرطة دبي مشكورين في ورشة يقومون فيها في مستشفى لطيفة. وحتى يعني ان شاء الله يعني بيكون حتى موضوع الاكسس او التشيك على الخصومات اسهل عن طريق الابلكيشن، فان شاء الله الخطوة الجاية بيكون في تطبيق ان شاء الله ذكي. جميل كي. جدا. كذلك الموظف ما ذكرتي انت ان حتى للاهل تكون الخصومات موجوده، يعني يحس كذي سبحان الله بما وظيفي يحس ان حتى هيئته او يعني مكان شغله ما بس مفكر فيه، مفكر حتى صحيح. في عائلته واهله، يعني جدا صحيح. وهذا هو الهدف، يعني هذا هو الهدف من البطاقه، ان توفر نوع من السعاده للموظف واهاليهم، حتى لان السعاده انت تعرفين مربوطه بالاهل، بالحياه الاجتماعيه والحياه الشخصيه والحياه العمليه، فيعني هاي البطاقه والله الحمد يعني وفرت بعض من هاي الاشياء اللي ممكن الموظف يستفيد منها في حياته اليوميه. ايوه ممتاز. شو مستويات الخصومات المتوفره بموجب البطاقه؟ في خصومات مثل ما ذكرت اختي ممكن تصل الى 40%، واذا ما ظني ممكن في 50%، وفي اشياء طبعا 15 و20 و25 و30 على حسب يعني التعاقد مع شرطة دبي، لان هاي الامور تكون بين الجهة اللي بتقدم الخصم. أيوة. وشرطة دبي، وعلى حسب ظني ان في جولد بارتنر وفي سيلفر بارتنر. الجولد أيوة. بارتنر اللي هو يوفر اكثر عن 40%. أيوة. من الخصومات، فبتحصلين مطاعم ممكن تتراوح 20% 25%. وطبعا احنا في حتى يعني اليوم حبينا ان نجيب كوفي شوبس ومطاعم تحت تندرج تحت بطاقة إسعاد، وأن الموظفين يستفيدون، يعني مثل عربات الطعام اللي هي ممكن تشوفينها في بعض المؤسسات. أيوة. أو المراكز مراكز التسوق، والحمد لله يعطيها مستشفى لطيفة، والموظف يقدر يبرز بطاقة الخصم بطاقة إسعاد للخصومات ويحصل على هذا الخصم عليه. وكيف الواحد يقدر يتحقق أو يتأكد يعني من يعني كم عدد، يعني كل محل أو كل هيئة تجارية كم الخصومات عليها لها؟ يعني هو عن طريق الموقع الداخلي. أيوة. أو الموقع الخاص ببطاقة إسعاد، ولكن الحين بعد لتسهيل هذه العملية بيكون في تطبيق إن شاء الله، على حسب كلامهم كلام شرطة دبي أنه بيكون نهاية هذا الشهر أو على الشهر الجاي إن شاء الله. فالعملية جدا بتكون سهلة، الموظف ما يحتاج أن يدخل وبايت، بيدخل الأبليكيشن أو التطبيق الذكي وبيشيك مثلا حتى ممكن كأماكن أو مواقع هذه المحلات اللي تعطي خصم. وحاليا موجود هذا الشيء ايضا في هذا، بس تعرفين اختي استخدام الاب يكون وايد افضل، وايد اسهل واختصار للوقت. هي. يعني بس فايند او يعني اشياء يعني تكون صحيح. وكلها مجمعه في ابلكيشن او في تطبيق واحد. صح. بدال ما افتح صح. الانترنت ادور الموقع على طول بس بزره فص، يعني خلاص تكون داخل هي. على الموقع. استاذه عليا، شو نطاق العمل ببطاقه اسعاد؟ شو الأشياء اللي تندرج تدين تحت بطاقة إسعاد؟ وايد أشياء، يعني إن كان من مثلا مراكز صحية، من عيادات، من مؤسسات تعليمية، أو يعني مثلا إذا أحد من الموظفين يبغى يدخل عياله في قسم في بعض المؤسسات التعليمية، من ناحية مثل ما ذكرت الحجوزات، تذاكر السفر، الخصومات، يعني حتى في فنادق خارج الدولة ممتاز. يشوفون يعني نشوف إذا بتدخلين على الويب سايت بشوفين الناس مثلا الأماكن اللي تكرر مثلا السفرات لها بشوفين خصومات في هذه الدول وفي بعض الفنادق في هذه الدول. ممتاز. مثلا شركات الديكور، شركات الهندسة، إذا في حد مثلا بيبني بيت أو يعني ممكن مثلا بيأسس أو يعني في كل تقريبا يعني قطاع من القطاعات اللي الموظف ممكن يحتاجها موجوده في بطاقه اسعاد تقريبا. وطبعا كل ما يالها تزيد وتزيد وتزيد، وطبعا الحمد لله مثل ما ذكرت نسبه الخصومات جدا تعتبر ممتازه،
فهاي كذا يعني هاي بعض من الأشياء، من غير ما ننسى طبعا الفنادق اللي في الدولة، وما ننسى المطاعم الكافيهات، ما ننسى مثلا المحلات اللي هي محلات يمكن النظارات، هاي الأمور كلها من غير السيرفس، هاي الأمور كلها تندرج طبعا تحت البطاقة. البطاقة ونفس ما قلتي كل يوم نشوف يعني في شركات أو محلات أو أشياء ثانية، خدمات ثانية صحيح. تندرج أو تنضاف لإسعاد. صحيح، حتى في أشياء يعني معروفة ممكن نحن ما كنا نتوقع أن يعطون خصم أو نحصل عليها خصم، ولكن ولله الحمد يعني الجهود مستمرة ونشوف أن في فعلا خصومات ممتازة تحت هذه البطاقة. صراحة شيء جميل ومجهود تشكرون عليه، وكذلك تشكرون عليه شرطة دبي، وصراحة الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة هيئة الصحة بدبي وكذلك شرطة دبي، يعني هذا مجهود كبير من ناحية الهيئتين. كلمة أخيرة أستاذة عليا توجهين المستمعين الكرام. يعني حبيت أولا أن أنا أقول أن هاي البطاقة جدا ممتازة، الموظف عرف كيف يستفيد منها. أنصح الموظفين طبعاً، موظفينا ولا موظفين الحكومة اللي عندهم هاي البطاقة، إن دائماً يتشيكون بشكل دوري على أحدث الخصومات وعلى الأشياء الموجودة في البطاقة ويستفيدون منها. وحتى يعني إذا مثلاً يعني ساروا محل ولا كانوا في مطعم هذا، يسألون إذا في بطاقة إسعاد، لأن في بعض الأماكن يمكن ما تكون واضحة بشكل كبير يعني العلامة أو البطاقة يعني أنهم يستقبلونها أو يوافقون صحيح. عليها. فأنصح الموظفين أن يعني يسألون إذا في خصم إسعاد ويحصلون على الخصم هذا. أستاذ علي السويدي، رئيس قسم علاقات الموظفين في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا 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 عزيزي. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. شكرا، مع السلامة. تعرفنا أكثر على بطاقة إسعاد، على الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الصحة بدبي وبين شرطة دبي، وعلى الميزات في هاي البطاقة، وكيف الواحد يعرف كيف المحلات أو المراكز أو الأشياء الثانية اللي تندرج تحت هذه البطاقة. وإن شاء الله ننتظر التطبيق اللي بيكون يسهل أشياء وايدة على الموظفين في أنهم يعرفون الأماكن الثانية. وصراحة سبحان الله إسعاد الموظف في مكان عمله وايد يأثر حتى على إنتاجيته، يعني نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. نرجع لكم بالدراسة اللي هي آخر شيء نفس ما وعدناكم، اللي هو لقاح ضد فيروس الإسهال يحمي الأطفال طول العمر من مرض مزمن. وجدت دراسة جديدة أن لقاح يحمي الأطفال من خلل في المعدة قد يكون قادرا على خفض خطر الإصابة بمرض السكري بمقدار الثلث. وأظهرت الدراسة أن التطعيم الكامل ضد فيروس الروتا هو السبب الأكثر شيوعا لمرض الإسهال الحاد لدى الأطفال الصغار في جميع أنحاء العالم، باستخدام قطرات وقائية في الأشهر الأولى بعد الولادة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول في وقت لاحق من مرحلة الطفولة. وقال العلماء إن الرضع الذين تلقوا كافة جرعات اللقاح المضاد لفيروس الروتا الموصى بها كانوا أقل عرضة بنسبة 33% لتشخيص مرض السكري من النوع الأول، وهو مرض مزمن لا يمكن شفاء منه مقارنة بأولئك غير المحصنين بالتطعيم. هذه كانت كمقارنة بين اللي طعموا واللي ما طعموا، يعني قارنوا بنسبة إصابتهم بالسكر. تشير دراسة جامعة ميشيغان إلى أن مجرد تطبيق توصيات التطعيم يمكن أن يقلل إلى حد كبير من عبء مرض السكر. وقال فريق العلماء أن النتائج اللي توصلوا إليها والتي نشرت في مجلة Scientific Reports توفر أدلة قوية على أن اللقاح اللي يقدم كسائل مباشر في فم الطفل يعمل بشكل فعال على خفض هالخطر. وأوضحت مؤلفة الدراسة الدكتورة ماري روجرز من جامعة ميشيغان أن النتائج تحتاج إلى المزيد من التحليلات والبيانات لتأكيدها، على الرغم من أن اللقاح لدى الأطفال الصغار يخفض بالفعل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول في وقت لاحق من الحياة. وأشارت روجرز إلى أن الدراسة الحديثة تعكس نتائج دراسة أجريت على أطفال أستراليين في وقت سابق من هذا العام، واللي وجدت انخفاض بنسبة
13% في خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الأول بعد حصولهم على لقاح فيروس الروتا. هالشيء يعني خبر مبشر يعني. كذلك الدراسات يعني إن شاء الله تزيد في أساس تثبت يعني نسبة التقليل من مرض السكر إذا الواحد خذ تطعيم فيروس الروتا. تكلمت عن دراسة أن اليوم تكلمنا كذلك عن النزلات المعوية مع الدكتورة ميسة. طرقنا كذلك لتطعيم فيروس الروتا. تطعيم فيروس الروتا جدا مهم، حتى لو الإصابة احتمال يصيب الطفل بس تكون جدا بسيطة مقارنة إذا الطفل ما أخذ التطعيم، لأن كذلك الإسهال الترجيع يعرض الطفل أن يكون يعني يتعرض للجفاف، والجفاف طبعا مشاكل كثيرة خاصة في سن الأطفال. فبما أن التطعيم يعني بوادر مباشرة للتطعيم ما بكذلك يقينا من فيروس الروتا أو يقلل أعراض فيروس الروتا، كذلك بالنسبة له يبشر على أساس أنه يقلل من إمكانية الطفل اللي ما أخذ التطعيم إمكانية أن يتعرض أن يكون مريض بالسكري من الدرجة الأولى. هاي هي دراستنا لليوم مستمعينا الأعزاء، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق نجاة السويدي، في الإخراج ميثا بياد، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. أتمنى لكم أسبوع كله إنجاز وسعادة إن شاء الله، بما أن اليوم الأحد، ونلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت اللي هو من الساعة 10 للساعة 11 بمواضيعنا اللي عودناكم تكون متنوعة طبية وصحية وتهمكم وتفيدكم. مستمعينا الأعزاء نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس الوقت الساعة 10، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.